السلام عليكم. قال أحد الصالحين: رأيت في المنام جماعة من أصدقائنا ممن فارقوا الحياة فرحين، وكان يمشي خلفهم رجل كبير السن وهو في حزن، فسألته عن سبب الحزن فقال: إن هؤلاء الفرحين يتصدق عليهم من أهلهم بالخيرات، أما أنا فلا أحد يتصدق لي. فقلت له: أليس لك ذرية تتصدق عنك؟ قال: بلى، لي ولد يعمل عند النهر في غسل الأقمشة. يقول الرجل الصالح: عندما استيقظت من النوم ذهبت إلى النهر فرأيت ولد المرحوم يغسل الأقمشة على حجر وهو يقول: ضيق ضيق. سألته: ماذا تعني بهذه الكلمات؟ قال: إن رزقي ورزق عائلتي ضيق وقليل. قلت له: تصدق لأبيك المتوفى بشيء قليل. قال: لا أملك من مال الدنيا شيئا. قلت: تصدق ولو بشيء بسيط. فغضب الشاب مني فأخذ 3 غرفات من الماء وسكبه على جانب النهر وقال: هذه خيرات لأبي وليس عندي أكثر منها. في الليلة التالية رأيت الرجل في منامي فرحا مسرورا. سألته: كيف حالك؟ قال: إن ذلك الماء القليل الذي سكبه ولدي تصدقا عني قد نفعني وأزال حزني وجزعي، أرجو من الله أن يوسع عليه رزقه الحلال. قلت له: إن ذلك الماء لم يكن شيئا ثمينا ولم يكن قد أروى به عطشانا ليأتيك أجره وثوابه. قال: إنه عندما سكب الماء كانت سمكة صغيرة تلفظ أنفاسها الأخيرة على حافة النهر، فوصل إليها ذلك الماء القليل وأنقذها من الموت، حيث اتصل ذلك الماء بماء النهر فتسللت السمكة إلى النهر. ولأجر هذا الخير الذي صدر عن ولدي أكرمني الله تعالى، وأنا أدعو الله تعالى أن يرزقه من خير الدنيا وخير الآخرة. يقول هذا الرجل: مرت سنون فوجدت ولده قد تحسنت أحواله ووسع له في رزقه وصار من التجار المنفقين. لا تستحي من إعطاء القليل، فالقليل خير من الحرمان. بر الوالدين لا ينتهي مع وفاتهما، فإن الله عز وجل قد فتح علينا بابا لبرهما حتى بعد موتهما. بروا آباءكم يبركم أبناؤكم. السلام عليكم. أقام سيد غني عشاء عظيما تخللته مفاجأة لم يفصح عنها، وأرسل دعوات شخصية لكل أهل مدينته الذين كانوا يعملون في مزارعه ومصانعه. ولما اقتربت الساعة تجمهر الناس خارج قصر السيد الغني، لكن ما من أحد كان مستعدا للدخول، وكانت تساؤلات عديدة مدار حديثهم وهم واقفون خارجا. فقال أحدهم: لا شك أن السيد يريد أن يجمعنا كلنا في قصره لكي يقبض علينا ويسجننا، ربما لأنه لاحظ تقصيرنا في عملنا أو سرقاتنا الصغيرة من مزارعه أو مصانعه. وقال آخر: إن السيد حريص على أمواله، فهو لابد سيطالبنا بديوننا المتضاعفة ونحن عاجزون عن تسديدها، إنها فرصة جيدة ليفعل ذلك. وأضاف ثالث: لا شك أن السيد سيلزمنا بالفوائد المترتبة علينا فيستعبدنا، بل ويستعبد أبناءنا، وما هذا العشاء سوى تغطية لتقييدنا بسندات دفع ترافقنا حتى مماتنا. وهكذا راح البعض ينسحب من أمام القصر رافضا دعوة السيد، وراح البعض الآخر ينتظر خارجا مشككا بنية السيد وهدفه من وراء هذا العشاء العظيم. لكن شابا واحدا كان يستمع إلى أحاديث أهل المدينة لم يكن موافقا على تساؤلاتهم وتشكيكاتهم، فصمم على الدخول رغم نظرات الآخرين له. وكانت المفاجأة: دقت ساعة العشاء وأقفل باب القصر وعاد الجميع إلى بيوتهم. بينما تمتع هذا الشاب بالعشاء العظيم مع السيد الغني ورجاله الأمناء، ومع أنه كان الوحيد الذي لبى الدعوة، لكن المفاجأة التي خبأها السيد أعلنت في نهاية العشاء، أن كل من سيحضر يحصل على عفو نهائي عن كل الديون والمطالبات المترتبة عليه. فخرج الشاب حرا وفرحا، بينما خسر كل أهل القرية بسبب رفضهم
وشكهم وسوء ظنهم. سوء الظن مرض يقتل كل شيء جميل. بسبب سوء الظن كرهنا بعضنا وقل لقاؤنا وقطعنا أرحامنا. فسلوا الله حسن الظن بالناس ففيه راحة للقلب وسلامة للصدر، ونتذكر بأن النوايا الطيبة لن تضيع عند الله مهما أساء الآخرون الظن بها. يومكم سعيد.